وصلت وزارة الداخلية تصديها الحاسم لجرائم جلب والإتجار في المواد المخدرة، حيث تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة من ضبط العديد من قضايا ترويج المواد المخدرة، أبرزها في التقرير التالي. تتواصل النجاحات التي تحققها وزارة الداخلية في مواجهتها لجرائم الإتجار وجلب المواد المخدرة، فقد رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة نشاط عنصرين إجراميين تخصصا في نقل وتهريب المواد المخدرة من شرق لغرب قناة السويس، واستخدام مخازن سرية بسيارة نقل لتهريبها. وتمكنت وبالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام وبالاشتراك مع الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس ومديرية أمن السويس من ضبط أحدهما حال استقلاله السيارة المشار إليها بدائرة قسم شرطة الجناين بالسويس، وبحوزته 2500 تربة لمخدر الحشيش تزن ربع طن تقدر قيمتها ب 17 مليون و 500 ألف جنيه. الإدارة نجحت في إحباط محاولة أحد العناصر الإجرامية بالجيزة لتصنيع مخدري الآيس والحشيش، حيث رصدت محاولته إعداد معمل بمسكنه لتجهيز وإنتاج تلك المواد. تم استهدافه ومسكنه، وأمكن ضبطه وبحوزته كميات من مخدرات الحشيش والستروكس والآيس وأقراص مخدرة ومؤثرة على الحالة النفسية والعصبية، وأدوات ومواد تستخدم في تصنيع مخدري الآيس والباودر، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة ب 13 مليون جنيه. واستمرارا للنجاحات الأمنية، تمكنت الإدارة بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام والإدارة العامة لأمن الموانئ من إحباط محاولة سيدتين جلب أكثر من 164 ألف قرص مخدر ومؤثر على الحالة النفسية والعصبية عبر ميناء برج العرب الجوي، هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة ب 21 مليون جنيه. الإدارة تمكنت من ضبط تشكيل عصابي بالشرقية تخصص في الإتجار بالمواد المخدرة خاصة مخدر الآيس، وبحوزتهم 19 ألف قرص مخدر لعقار الكبتاجون و 12 كيلوغرام ونصف لمخدرات الآيس والهيروين والحشيش، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة ب 11 مليون جنيه. وتؤكد تلك النجاحات على احترافية الأجهزة الأمنية في تصديها الحاسم لجرائم الإتجار وجلب المواد المخدرة، ما يسهم في تجفيف منابع المخدرات وحماية المجتمع من تداعياتها السلبية. عبدالله بركات، التلفزيون المصري.